أعلنت وزارة الصحة المغربية قبل قليل على أن عدد الملقحين ضمن الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا قارب 4 ملايين، حيث فاق 3,913,000 شخصا بالنسبة للجرعة الأولى، فيما فاق عدد الملقحين بالحقنة الثانية 587,940 شخصا. كما تم تسجيل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في المقابل أعلن عن تعافي 509 أشخاص. أما فيما يتعلق بالوفيات فقد تم الإعلان عن تسجيل 3 حالات وفاة، وذلك خلال 24 ساعة.